خير حديث لسماحة السيد عبد الله الغريفي في كلامه عن إشكالات حول الإمام المهدي. كان يتكلم عن دورنا في زمن الغيبة الكبرى. كثير من الناس بعيدين عن الإمام المهدي باعتباره إمام مغيب ولم يكون الكثير هذه العلاقة التي يجب أن تكون موجودة عندما يخرج الإمام المهدي. كثر ستكون حالة الصدمة تملأهم بسبب عدم تكوين هذه العلاقة. الصنف الآخر بنى علاقته فقط بما ورد من دعاء للإمام المهدي، دعاء الفرج ودعاء الندبة والأدعية الواردة. هذا شيء محبب، لكن أن نقتصر على الدعاء فقط هو خلل عقائدي. أنا ملأت الجانب الروحي، لكن ماذا عن الجانب العقائدي؟ لهذا الأمر الذي حصل في البحرين، خصوصا مسألة السفارة، كثير من الأسر الملتزمة نساؤهم أصبحن من ضمن السفارة. طبعا صدمة كبيرة، أسر ملتزمة ونساؤهم من ضمن السفارة، أبان جانب من الخلل الذي يوجد في الأسر. فيجب علينا مثلما أننا نغذي الجانب الروحي أن نغذي الجانب العقائدي الثقافي. كم كتاب قرأت عن الإمام المهدي، عن الغيبة، عن السفراء، عن الانتظار، ثقافة الانتظار، عن دولة الإمام المهدي؟ هل هناك تشارك في الأسرة حول الإمام المهدي وثقافة الإمام المهدي؟ يجب أن تسود ثقافة الإمام المهدي في الأسرة، وتكون هذه الثقافة سائدة بشكل يومي وأسبوعي. هذا إمام زماننا مغيب، هو ينتظرنا أم نحن ننتظره؟ لكن يجب علينا أن تكون لدينا هذه الثقافة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله، حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظرك وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لم وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك صل على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لدينك لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك
ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، سخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أماما من كنت مولا، فعلي مولا، اللهم والي موالا، وعادي من عادا، وانصر من نصرا، واخذل من خذلا. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي،
وزوجه ابنة سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون
وإياهم فليندبي النادبون ولمثلهم فلتذري في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين
يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبلايات والبلايات البينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي نرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع
فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك، وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تؤم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدة الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، واره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى، اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبي السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها، اللهم واقم به الحق، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك،
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماتي وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته
والمستشهدين بين يداي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن وليك فأظهر اللهم لنا وليك وابن وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. في هذه الساعة وليا وحافظا وامن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيره. اللهم بحق ما قرأناه في هذا اليوم المبارك اللهم شافي كل مريض وفك أسرى كل أسير. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم رد كل غريب اللهم رد غريب القرية سالما غانما إلى أهله
وعجل لنا ظهور الإمام المهدي وارنا طلعته البهية. صل على محمد وآله الطاهرين.